السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ طه محمود عبد القادر سفير دولة فلسطين الشقيقة، أصحاب السعادة السفراء، الأخوة والأخوات، الحضور الكرام. الأخوة والأخوات الحضور الكرام، يأتي قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في مرحلة بالغة الدقة، وهو القرار الذي أحدث صدمة كبيرة نظراً للمكانة الروحية والدينية والتاريخية الكبيرة الذي تمثله هذه المدينة المقدسة، فضلاً عن التأثيرات السلبية لهذا القرار على مستقبل عملية السلام التي نصبو إليها ونعمل جميعاً من أجلها، والتي تؤكد جميع مرجعياتها أن القدس من القضايا الوضع النهائي التي يتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية بهذه العملية. كما أود أن أشدد في هذا الإطار أن اتخاذ مثل هذا القرار، إضافة إلى كونه مخالفاً للقرارات الشرعية الدولية، فهو لن يغير من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، والتي أكدتها العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، إذ يكفينا أن نشير في هذا الصدد إلى بعض هذه القرارات وإلى قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والذي نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في عام 67 ومن ضمنها القدس، والقرار رقم 478 لعام 1980، والذي يرفض قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والذي أكد عدم اعتراف مجلس الأمن بالتغييرات التي تجريها إسرائيل على حدود عام 67 وعلى أراضي المحتلة في 67 ومن ضمنها القدس بأي طريق يخالف مسار المفاوضات. كما أن هناك العديد من القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة احترام الوضع القائم تاريخيا في القدس الشريف، وعلى أن القدس الشرقية هي أرض محتلة ويجب إنهاء احتلالها. الحضور الكرام، أن مملكة البحرين ستظل متمسكة بموقفها الثابت والراسخ في دعم ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره لبذل المزيد من الجهد للتوصل إلى حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.